كفارة يا سعيد. سعيد استنى يا سعيد، رايح فين؟ عايز اقول لك حاجة. سيبني يا عماد، عايز اشم هوا نضيف، زهقت من ريحة العرق والكمكمة بتاع الحجز. عايز اجري يا عماد، عايز اجري. امسك يا سعيد. ياه ده انا كنت جعان جوع. معلش ما لحقتش اجيب لك اكل، اصل كنت مشغول. رحت ادفع الكفاله في الخزنه، قالوا لازم تستنى التاشيره من النيابه المسائيه. جبت الفلوس من ايه؟ لا اكون عملت مصلحه من ورايا يا عماد. مصلحه ايه؟ ده لولا شهاده الدكتور جودت هي اللي نفعت في الوضع ده. اه صح، دكتور جودت الراجل ده مش كان وعدني ب 300 جنيه لما المصلحه تخلص؟ اه. اوعى تكون سبتهم له. لا لا ما تقلقش، خدتهم منه. طب ايه؟ ايه اللي ايه؟ فين 300 جنيه بتوعي؟ ما انا لسه دافع لك الكفاله، هات ال 2000 جنيه واديك ال 300 جنيه بتوعك. بتتنظر عليا يا عماد عشان دفعت لي الكفاله؟ عايز تنصب عليها تاكل حق يا عماد؟ فاكر ان ربنا هيبارك لك؟ قول والله؟ اه. انا معيش غير 10 جنيه. طيب انت يا عماد. بس خد بالك يا سعيد، الحكايه كده لسه ما خلصتش، ده طلوع بكفاله. يا سيدي. كفالة كفالة، المهم ان انا برا وبكره بقى تفرج وربك يحلها. شفت الفال يا غشيم؟ سعيد سعيد. إلهي نكد عليكي زي ما انتي منكده عليا، بتعيطي على ايه موكوسه؟ مش عايزاه يا اما، مش عايزاه. مش انتي لسه قايله ان كان بيتخانق مع ابوه عشان بيهزر معاه؟ يا هبله، جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. الرك عليك انتي بقى تفنطيه كده وتدردحيه. اذا كنت مش طايقه ولا طايقه غباوته اعمل ايه يعني؟ عشان عينك على المحافلط ابو قميص مكوي حرامي العربيات اهو دخل السجن. عايزه يا حبيبتي تستني ابو سن باسم؟ ده هياخد له فيها 10 سنين، ويا عالم هيخرج شكله ايه؟ هيبقى لسه سنه باسم ولا السجن هيكوي جنابه؟ ربنا يفك حبسه. برضه لسه عشمانه فيه موكوسه؟ اشحال ما كانش هو اللي جايب الشبكه لسلامه. هو اللي جاب الشبكه لسلامه؟ ايوه يا عين امك، هو اللي جاب له الذهب. بقى ده لو معبرك ولا حتى لمحك في خياله كان عمل كده؟ هبله. ايوه يا سمعه، ايوه كده. عمري ما شفتك. وحشتنا يا ابو السباع. كفاره. وحشتنا يا ابو السباع. كفاره كفاره يا برنس. قول لي خرجت ازاي؟ عماد دفع الكفاله. في يا اسماعيل مالك؟ انت زعلت عشان انا خرجت ولا ايه؟ لا ابدا، بس الايد القصيره وقله الحيله هما اللي خلوني تعبان كده. يا عم السجن للجدعان وبعدين هيعدي. طب صدق بالله، انا من ساعه ما سبتك في النيابه وانا لا باكل ولا بشرب ولا طايق ابص في وش اختي. الحمد لله سمح الله، ربنا حلها من عندي. تلاقيك ميت من الجوع، انا هبعت اجيب لقمه ناكلها سوا او نفتح نفس بعض. رايح فين يا عم انت؟ بس تعالى. أنا الحمد لله أكلت مع عماد. هو عماد ده مش سايب لي حاجة أعملها. يا إسماعيل أنت هتلاقي بقى دراما ليه؟ أنت عندك فيلم يمضي النهاردة؟ لا، أنا راجل غلبان. حبستك دي هي اللي حسستني قد إيه أنا ضعيف. أوه عالنكد يا عم، فك بقى، يعني هي دي الفرحة بخروجي؟ لا أنا مش قصدي غمك يا بريس. طب قول لي بقى يا ريس، عندك أفلام إيه النهاردة؟ عندي أهو 4 أفلام. نقي الفيلم اللي يعجبك وانا شغلهولك. والبروجرام ما تكسر البروجرام. طز في البروجرام. لا 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 لا، خلي البروجرام زي ما هو. في مشوار مش هعرف انام لما اعمله، وبعدين اجي لك بقى نتفرج سوا. سلام. عايزك تراجع الحسابات وتقفل المعرض كويس، بكره الصبح تكون في المرور الساعه 9. يا معلم رامي. يا سعيد. لا بجد عجبتني اللعبه واتكيفت منها احلى كيف. تستعجلش يا سعيد، اللي جاي اكتر.
لسه اللعبه ما انتهتش. ليه طيب بس؟ ما الطيب احسن. اديني يا عم جيت لك لحد ما عرضك وحش مواضيك، مع انك انت اللي غلطان فيا وحبسني ظلم. ظلم؟ ظلم ليه يا سعيد؟ وانت مش مديون لي بفلوس وعايز تستقرضني؟ وعايز تاخد فلوسي وفلوس عربيتي عشان تعمل بيهم ايه يا برنس؟ عشان تاخد بيهم عربيه من معرض تاني، يبقى انا كده ظلمتك؟ يا معلم انا جاي عشان احل. عدى اوان الحل. انا عرفت اخد حقي منك ازاي. طب وهتكسب ايه لو حبستني يعني؟ ابقى خدت حقي وعلمت عليك. انما لو سبت لك مليم احمر مش هعرف اخد حقي من اي زبون هياخد مني عربيه بعد كده. ويعوض الله ببقيه ثمن العربيه؟ احبسك بيهم. اسمع بقى يا رامي، انا صبرت عليك كتير. عمال اجي لك كده واجي لك كده وانت مصدر دماغك. وعزة جلال الله لو حسيت اني هرجع السجن تاني لاكون مولع لك في المعرض واسيبك بقى بقيت عمرك تتحسر عليه. ماشي. يعني ازيك يا جلينة؟ الله يسلمك يا عم زكي. ايه شايفك يعني جبت كرسي وعملتي قاعدة زي قعدتي؟ مستنية حمادة وتعبت من الوقفة. وهتفضلي بقى مستنية كده كتير؟ لغاية ما يجي حمادة. طب ولغاية ما يجي مش هتعملي حاجة غير انك انت تقعدي وتستني؟ امال عايزني العب معاك طاولة؟ انت فاكراني قاعد مستني حد يلعبني طاولة زي الناس ما بتقول يا جليلة؟ امال مستني الترام؟ لا انا مستني امر الله. ما تزعلش امال يا عم زكي، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. ما هي دي الحقيقة يا جليلة، انا الحمد لله أديت رسالتي وربيت ولادي وعلمتهم وجوزتهم وكل واحد بقى له دنيته. إنما أنت يا جليلة هتسيبيهم في نص السكة وتقعدي تستني؟ يعني عايز نعمل إيه؟ ما أنا لا اتعلمت ولا أعرف صنع. ده أنا لو طلعت بره الحتة توه. تكونش عايزنا أشتغل في البيوت يا عم زكي؟ ولو إنه مش عيب لكن بلاش شغل البيوت. في ألف حاجة تعمليها لحد حمادة ما يرجع. ولا هتعيشوا ازاي بعد القرشين اللي معاكي ما يتسرسبوا يوم ورا يوم؟ يمكن حمادة يرجع قبل ما يخلصوا. ولو ما رجعش لا قدر الله يا جليلة، ساعتها بقى خلي الواد ابراهيم يشتغل جنب المذاكرة لغاية هو واختهم يخلصوا. الله، ايه يا جليلة؟ هو انت لازم تشعبطي بديل حد؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي لما كان جوزك حافظ عايش كنت مش شعبطة بديله، ولما مات اتدورتي على حمادة زقيتيه للدنيا قبل ما يجهز ولا يكمل دراسته وبرضه الشعبطت في ديله. معاك حق، بس هعمل ايه؟ انا فتحت عينيا لقيتني متشعلقه في ابويا، جوزوني وانا صغيره اتشعلقت في جوزي. انا معرفش اعمل حاجه غير ان انا اتشعبط وبس. وانش الاوان يا جليله تتعلمي حاجه غير الشعبطه، مش عشانك عشان ولادك. وخلي بالك ابراهيم مش زي حماده، مش هيديك فرصة الشعبات بديله.